إذا في فنانة بتعرف شو يعني المرأة تنتصر على أحزانها وتتخطى انكساراتها وخيباتها العاطفية وتطلع منتصرة بالحب وبالحياة، فهي أكيد نوال الزغبي، والدليل ظهر بغنيتها الجديدة حفلة. سابك افرحي بشبابك، بوسي إيدك وش وظهر، بكرة هيبكي على غيابك من الفجر لعز الظهر، سابك بكرة هيجي غيره. حفلة هي فعلا احتفال غنائي وبصري عم بتقدمه نوال الزغبي بالشراكة مع عدسة فادي حداد لتمرر رسالة بسيطة ولكن عميقة بنفس الوقت لكل امرأة، مفادة ممنوع الانكسار، الحياة أقسى وأقصر من انه نضيعها على علاقة احترقت او شخص ما كان على قد الوفا والحب، على امل انه دايما يكون في هالنوع من الرسائل الحلوه والايجابيه باعمال نوال يلي قادره انها توصلن صوت وصوره.